انا بس عايز استاذن حضرتك ان احنا معانا على التليفون صديق قديم لآل امام. معانا على التليفون دكتور طه اسماعيل نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل على حضرتك دكتور طه. اتفضل يا كريم. ازاي حضرتك؟ سعداء ومتشرفين بوجود حضرتك معانا وطبعا منورانا زي ما حضرتك اكيد بتابع دكتوره ماجد حلواني. اهلا وسهلا كابتن طه، ازيك؟ اهلا وسهلا. صباح الفل يا دكتور، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك. اهلا وسهلا يا مرحبا. احنا عارفين ان في منوره الشاشه والله، ان في تاريخ من الصداقه والمحبه والاخوه يعني بين حضرتك وبين آل امام بشكل عام. خلينا نعرف من حضرتك ولو جانب من تفاصيلها بعد اذنك. والله طبعا هي عائله عريقه جدا، بدءا من المغفور له يحيى امام والد حماده، ثم حسين امام الحكم، ومحمود امام كان حكم ايضا. الناس كلها عيله كرويه عظيمه جدا، وحماده يمكن يعني التقينا هو حبيب ليا، ويعني تزاملنا في المنتخب وتزاملنا في مباريات الاهلي والزمالك ضد توتنهام، وفي نفس الوقت كنا نتنافس، يعني هو في نادي الزمالك وانا في نادي الاهلي نتنافس في تسجيل الاهداف. حماده كان لاعب موهوب، موهوب يعني خلاق، عنده داخل منطقه الجزاء عنده بديهيه عظيمه جدا، ويخطف اهداف جميله جدا. ويمكن الناس شافت مباراه ويست هام ونادي الزمالك سجل فيها اهداف عظيمه جدا، ومباراه توتنهام حتى اللي احنا تزاملنا فيها الاهلي الزمالك سجل هدف عظيم جدا، وعمل لي الهدف الاولاني، هو مرر لي الهدف الاولاني، تربطني بيه علاقه جميله جدا. حماده الله يرحمه كان مرح جدا وحبوب مع الناس كلها، يعني طول ما هو بيقابل ناس على طول بيكلم ناس، باش وجهه باش وينكت، وحاجات عظيمه جدا خلت يعني ان له محبه في قلوب الناس كلها، محبه كبيره جدا. وانا الحقيقه يعني سعدت معاه سعاده عظيمه جدا في هذه المنافسه الشريفه في الملعب في تسجيل الاهداف، وفي لقاءاتي معاه شخصيا كنت بستمتع بهذه اللقاءات مع شخصيه عظيمه مرحه عظيمه جدا، وعنده ذكاء كروي كبير جدا. احنا واحنا بنتكلم يا دكتور طه ايضا في الاذاعه، اذاعه المباريات، وكان يعني له سمه معروفه جدا، ودايما من خرم ابره لجوال طبعا. امال هو لقب بالثعلب مش من فراغ اللقب ده. واحنا بنتكلم مع حضرتك شفنا صوره بتهيألي ما فيش ابلغ من كده، يعني بتبين قدر المحبه والاحترام والمعزه اللي بين حضرتك وبين كابتن حماده وانت شايله على كتفك، فالصوره الحقيقه يعني بليغه جدا. لا جدا. ما كانش هو؟ يبقى المعلومه اللي اتقالت لي بقى مغلوطه. لا اوكي. لا كابتن. بس ده ما يمنعش من العلاقه طبعا زي ما احنا بنتكلم في التفاصيل. لا ده يا دكتور طه صباح الفل على حضرتك، او ولا اقول الشيخ طه انهي الاقرب؟ انا عارفه ان الشيخ طه حضرتك بتحبه جدا هذا اللقب ايضا. صباح الفل. سهلي على نفسك اي حاجه ثانيه. انا بصبح على حضرتك، وزي ما حضرتك ابتديت احنا سعداء ان دكتور ماجي عندنا طبعا في قناه الاهلي، وهي محبوبه وزوجها كان محبوب جدا الله يرحمه، وحازم من الناس اللي بيحبوها طبعا، عائله جميله حقيقي جدا. يعني طبعا كانت قرينه لحماده، وجابوا لنا من اكبر المواهب العظيمه جدا حازم امام، وايضا حازم يعني ليه صداقه معايا ولا فارق في السن كبير، انما يعني حتى شيخ طه معانا ولا ايه؟ الصوت راح. نعم حضرتك معانا يا فندم، سمعنا؟ اتفضل. انا معاك. الصوت بس راح شويه. انا كنت عايزه اروح مع حضرتك لسؤال اخيره ونقطه اخيره سريعا، وفكره هنا العلاقه الطيبه اللي كانت موجوده بين يعني لعيبه الانديه المختلفه وهذه الروح الرياضيه، وفكره نبذ يعني التطرف في الملاعب والتعصب. عايزين نعرف دلوقتي المقارنه ما بين الماضي والان، يعني ازاي ممكن نوصل للاسف اني هقول للماضي او زي الماضي هذه العلاقه الطيبه اللي كانت موجوده؟ يعني انا شايف العلاقه يعني ما تاثرتش كتير، يعني زي زمان، بس هو السوشيال ميديا اثرت كتير. صحيح. مع الجماهير. صح. وطبعا لونت الجو العام طبعا بالتعصب، كل واحد لناديه، وبعدين ايضا كمان في دخلت حاجات كتير قوي في السوشيال ميديا عكرت هذا الامر.
انما انا اعتقد اللعيبه زمان كانت الدنيا بسيطه جدا، وكنا نتقابل في الاهلي وفي الزمالك، وكان المنتخبات نبقى في المنتخب مثلا معسكرين في اتحاد الكوره، واحيانا كلنا نروح نتغدى في النادي الاهلي، واحيانا نبقى المعسكر في البنك الاهلي في البنك الاهلي في بابا، ونروح نادي الزمالك جميعا. فكانت الموده موجوده اثناء المباريات، حتى طرائف كانت تحصل، ولا حكيت قبل كده طرائف بيني وبين بعض اللعيبه من نادي الزمالك، فكانت العمليه سهله جدا، وحتى الناس تتزاور، وبعد المباريات ما كانش فيه ما يؤثر على هذه الروح. هو يمكن على مستوى الجماهير فعلا هي اللي اختلفت شويه دكتور طه، هي مستوى الجماهير شويه والسوشيال ميديا زي ما حضرتك بتقول فعلا هي اللي اثرت. نعم يعني هو انا بقول لحضرتك السوشيال ميديا دلوقتي كله بيتكلم، وناس بتستشير الامور اكثر وبتصعد الامور اكثر، لكن بين اللعيبه وبعضها انا عايش شايف ما فيش اي حاجه، حتى لعيبه بتلتقي في مباريات مفيش اي مشاكل بتحصل فيها يعني. صحيح. حضرتك بتتكلم على زمن كل تفاصيله وكل مفرداته كانت غايه في الاحترام والرقي، وحاجه جميله جدا، احنا سعداء جدا بمشاركه حضرتك معانا في حلقتنا النهارده، نورتنا. انا سعيد جدا بهذه المقابله، وتحياتي احتراماتي. شكرا كابتن ماجي، عظيمه جدا، وانجبت جيل عظيم، وحاجه انا فخور ان انا اكون في هذه الحلقه، وبشكركم جميعا. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر كابتن طه، ميرسي جدا لمشاركتك معانا.